وللتعليق على تداعيات مقتل باسكال سليمان واستغلال الحادث في التحريض ضد اللاجئين السوريين والمطالبة بطردهم، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي السيد طارق شندب. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. للأسف الشديد بين فينة وأخرى تعلو هذه النبرة أو النعرة الطائفية والعنصرية تجاه السوريين بين وقت وآخر، كلما حصلت مشكلة دون أن يكون هناك تحقيق رسمي أو مثلا وصول إلى نتائج حقيقية مهمة. كيف يمكن تفسير ذلك دكتور طارق مرة بعد أخرى؟ يعني دائما هناك تصويب على الموضوع الوجود السوري، وهنا يجب تمييز هذا الأمر بين عدة وجوه أو نقاط. النقطة الأولى، هناك سوريين موجودين في لبنان منذ ما قبل الثورة السورية، وهم بأكثريتهم يدخلون ويخرجون إلى سوريا، وبمعظمهم يتبعون للنظام السوري. ونحن رأينا كيف كانت الانتخابات الرئاسة في النظام السوري عندما ذهبوا إلى السفارة في بيروت، كانوا بمئات الآلاف. النقطة الثانية والمهمة جدا، أن اللاجئ السوري لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال الإجرامية، وأنا لا أبرئ هنا أحد ولا أتهم أحد، ولكن اللجوء السوري الذي جاء بعد الثورة السورية هم موجودون في معظمهم في المخيمات، معظمهم لا يملكون أوراق ثبوتية، بالتالي لأنهم خرجوا بدون أوراق، بالتالي أكثر من ذلك هؤلاء دائما هناك مراقبة عليهم، لا يتمتعون بحصانة من الملاحقة، لأن الذي يتمتع بحصانة من الملاحقة في لبنان ومن التوقيف هم العصابات التابعة للنظام السوري ولميليشيا حزب الله، وهذا الأمر يعرفه كل اللبنانيين. أضف إلى ذلك، هناك خطاب تصعيدي طائفي ضد اللاجئ السوري، نعم، وهنا يجب التمييز أو التوضيح أمر أساسي، أن اللاجئ السوري الذي جاء بعد الثورة السورية إلى لبنان جاء بسبب واحد، أن هناك حرب في سوريا أو ثورة في سوريا، وأن هناك ميليشيا لبنانية اسمها ميليشيا حزب الله اللبناني ذهبت بجانب النظام السوري وعلى مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية، بل وبتسهيل من الحكومات اللبنانية وبتغطية من الحكومات اللبنانية، وهجرت وقتلت الشعب السوري، هجرت الآلاف من القصير، من ريف حمص، من الزبداني، من مضايا، من كثير من المناطق، وما زالت تلك الميليشيا والتي هي ميليشيا حزب الله تقتل وتجرم بحق الشعب السوري وتحتل أرضه، وهؤلاء هم لاجئون في لبنان بسبب ذلك. إذن الأولى على الحكومة اللبنانية أن تطلب من الميليشيا اللبنانية المشاركة في الحكومة اللبنانية أن تنسحب من سوريا، ليستطيع هؤلاء اللاجئين أن يعودوا إلى سوريا. النقطة الأهم أكثر من ذلك، أن الكل يعرف، حتى النظام السوري أصدر بيان، أن المكان التي وجدت فيها جثة باسكال سليمان رحمه الله هي منطقة تابعة لحزب الله، والنظام السوري اعترف بذلك، وهي منطقة القصير المحتلة من قبل حزب الله، والتي تحميها أو التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله وعصابات الكبتاجون والمخدرات، والكل يعرف ذلك. أكثر من ذلك، من يتمتع بحصانة من الملاحقة والتوقيف في لبنان ويقومون بسرقة السيارات وارتكاب الجرائم هم نفس الفرقة التي تتبع لتلك الميليشيات، سواء للنظام السوري أو لميليشيا حزب الله، ده بدءا من اغتيال، محاولة اغتيال الوزير مروان حميدة، وحتى اغتيال الشهيد باسكال سليمان. ودائما لا يمكن للدولة أن تقوم أو تقدم أي كشف في الحقيقة، دون أن ننسى أن جريمة تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس عام 2014 قامت بها المخابرات النظام السوري، ولم تقم الدولة السورية آنذاك، الدولة اللبنانية آنذاك، بالطلب بطرد السفير السوري ولا بطرد السوريين. فماذا حصل اليوم؟ الذي حصل، هناك عملية فتنة مدبرة، خطف مسؤول في القوات اللبنانية المناوعة للنظام السوري والمناوعة لميليشيا حزب الله، بنفس الوقت قتله ورميه في منطقة تسيطر عليها ميليشيا حزب الله، والتي لا يمكن لأحد أن يدخلها إلا برضا ميليشيا حزب الله والنظام السوري، والتي تم خطفه من قلب مدينة جديل وساروا به حوالي 7 ساعات دون أن تتم توقيفه. هذه علامات استفهام كبرى تدل على أن الفاعل هو مغطى من قبل الأمر الواقع، قوى الأمر الواقع في لبنان، ومن قبل النظام السوري. نعم دكتور، ما تفضلت به يتقاطع مع ما تحدث عنه الجيش اللبناني نفسه،
أنه يعني التفاصيل التي تفضلت بالحديث عنها قالها الجيش اللبناني. السؤال لمصلحة من ما يدور، يعني سواء اختيار هذه الحالة يعني القتيل أو الأهداف التي يعني انبرى من أجلها القتلة في جريمة منظمة كما هو واضح، ما الذي يهدفون إليه؟ أولا يعني اغتيال هذا الشخص واختياره بالذات له مدلول، رميه في منطقة القصير له مدلول. أنا لا أريد أن أسترك التحقيقات، هناك تحقيقات جدية تتم، ولكن الكلمة الفصل في التحقيقات هي للقضاء وليس للأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها، والجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، كذلك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولكن الكلمة الفصل في موضوع أي جريمة هي للقضاء اللبناني، ولكن نحن نتكلم في السياسة، هناك من هو مستفيد من تلك الجريمة، هناك منذ اللحظة الأولى لعملية اغتيال هذا الشخص وخطفه خرج حسن نصر الله وتوجه بكلام طائفي اتجاه القوات اللبنانية واتجاه حزب الكتائب واتجاه المسيحيين في لبنان دون أن يكونوا قد اتهموا أحد. بنفس الوقت خرج كثير من الطائفيين وقاموا بمهاجمة السوريين، ليس كل السوريين إنما الكثير من السوريين الموجودين سواء كانوا لاجئين أو غير لاجئين، وخطابات طائفية صدرت ضدهم دون أن تتحرك وزارة الداخلية وتقول أو تقوم بواجبها. نحن نفهم ردة الفعل، نحن نتضامن مع الشهيد باسكال سليمان ونعزي أهله ونعزي حزبه، ولكن غير مقبول أبدا أن يقوم هناك ردة فعل تطال جميع اللاجئين السوريين، لأن هؤلاء اللاجئين لا ذنب لهم، وأصلا القوات اللبنانية تعرف بالتمام أن الذي يقوم بالأعمال الجرمية في لبنان هو الفريق المناوئ لها، وهو ميليشيا حزب الله أو النظام السوري أو من يدور في فلكهم. تحميل الجريمة للجوء السوري يعني لا يمكن أن يتم قبوله عقلا أو قانونا، لأن أولا التحقيقات يجب أن تستمر، يجب أن القضاء يكشف من يقف وراء تلك العصابة. نعم. من يتمتع بالحصانات في لبنان من الملاحقة والتي هي عصابات النظام وعصابات تدور في فلك النظام في لبنان وحلفاء النظام، فليقل القضاء كلمته وعندها يبنى الأمر. نعم. على أساس ذلك. نعم. بالنسبة للجوء السوري يجب أن يتم تنظيم هذا اللجوء، نعم، ولكن عملية التنظيم تبدأ بأمر أساسي، وهذا الذي لا تريده الحكومة اللبنانية، ولا يجرؤ أي وزير لبناني على قوله أو يتحمل مسؤولية بذلك، أن هناك لجوء في لبنان مليونين سوري بينهم مليون لاجئ أو أقل قليلا بسبب سياسة فريق أساسي في الحكومة اللبنانية اسمه ميليشيا حزب الله ذهبت إلى سوريا وقتلت الشعب السوري. شكرا دكتور. تنظيم اللجوء. نعم. السوري في لبنان أمر أساسي. نعم. ولكن هذا التنظيم بحاجة حتى يعود السوريين إلى بلادهم إلى المناطق، إلى حل سياسي. نعم. شكرا. شكرا أستاذ طارق شندب من بيروت، المحامي وأستاذ القانون الدولي، أشكرك جزيلا.